بعد تكبيرات الحجيج، الله أكبر ما وقفوا على صعيد عرفات، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. عباد الله، أتانا عيد هذا العام والمجتمع القمري في نزاع فكري وجودي يهدد تلاهمه وتراهمه وتعاطفه. أتانا عيد هذا العام والوضع الديني في أسوأ مراحله وأيامه بسبب تصرفات بعض المنتمين إلى الدعاء والمتعالمون والمتفهقون، يريدون نقل ما لدى الدول التي وفدوا إليها من مذاهب فقهية ومشارب عقائدية إلى هذا الوطن الآمن الذي امتلأ بزهرة علمائها وفقهائها وأدبائها وشعرائها قديما وحديثا. دخل الإسلام أرض جزر القمر منذ ما يزيد على 1200 عام بفضل الله، ثم بفضل السلطان مصامينزا، سلطان منطقة مبودي، والسلطان فيبيجا معاوي الذي عاد من أرض الحجاز إلى أرضها، إلى هذه الأرض الطيبة، حاملين راية الإسلام والإيمان. وقد عاد السلطان مصامينزا برفقة بعض التابعين الذين فروا من الفتنة التي نشبت في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقام هؤلاء التابعون بالتوعية الدينية والاجتماعية والتدريس، ونتج لأسلوبهم المنهجي والتربوي والأخلاقي أن التأم شمل الوطن وتوحدت الفئات الاجتماعية، وشاع الحب والمودة والرحمة في كل أرجاء الوطن، حتى صار الواحد يسافر من فنبوني إلى همهامه إلى دماني، بل إلى كل مكان يريده، ولا يخاف إلا الكلاب، ولا يحمل معه زاد، لأنه يعلم أنه سيكرم ويستضاف أنا حلا. وتحقق بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. عمل علماؤنا على توحيد المذهب الفقهي
والعقيدي، فالقمريون يتدينون بدين واحد وبمذهب واحد وبعقيدة واحدة، وعاداتهم واحدة وتقاليدهم واحدة ولغتهم واحدة. ولا ننسى في هذا المقام الدور الإيجابي الذي لعبه الشيخ عبد الله الدرويش الإيتس الرمجيني، والشيخ أحمد محمد التوجيني، والشيخ محمد المعروف المروني، وقبلهم الأسرة السميتية الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن سميت وولده أحمد بن أبي بكر بن سميت والحبيب عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميت، وكلهم أتوا إلينا بالطريقة العلوية والطريقة الشاذلية والطريقة القدرية، تلكم الطرق الصوفية التي ساهمت في زرع المحبة والوئام بين أفراد الوطن. وكيف تنسون مباي تاموي الوشيلي الذي أرسى قواعد الأدب القمري وشيده على التلاهم المجتمعي والتآزر الوجداني. وأخيرا وليس آخرا، أي الفيلسوف الكبير الدكتور عبد الله مني بركة، الذي ضرب المثل العليا في أساليب الدعوة إلى الله، وكذلك السيد محمد عبد الرحمن فقيه العصر، وكذلك العلامة النحرير السيد طاهر بن أحمد مولانا، الذين حافظوا على تراث المجد والعز. لكن للأسف الشديد، انبرى بعض المتعالمون والمتفيهقون يريدون نبذ هذه الأصول المجتمعية والإثبات والإتيان بأصول جديدة لا تمت إلينا بصلة، وأدت هذه الظاهرة الجديدة إلى تفتت المجتمع وشيوع الفساد الأخلاقي والديني، وانتشرت الفوضى وزرعت العداوة بين عموم أفراد هذا الوطن. قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، فإن من أهم ما شرعه الله في هذا العيد ذبح الأضاحي، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنسه وجنه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأخص بالذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. عباد الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم سهل على ولي أمرنا العسير واكتب له التيسير. اللهم سدد خطاه ووفقه لكل ما تحب وترضى. اللهم أسعده وارزقه التوفيق في كل أمره، واكتب له النصر والخير والرزق حيثما هب ودب، وارزق له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتأزر به، اللهم وفق حجاج بيتك الحرام وزوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأشركنا في دعائهم، وأعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم وفق أولادنا في امتحانات الشهادة الوطنية، وارزق لهم العلم النافع والعمل الصالح. يا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيته لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أجل وأكبر.